Toni Kroos. الشوط الأول ينتهي اللحظة. أعتقد أن الشوط الأول عبد الله كان مقبول جدا. ما من شك عملية تغيير لاعب اليوم لم يكن موفق بالمرة. صحيح عصام، أعتقد أنه مر بيوم عصيب في هذا اللقاء، لكن عليه أن يحضر نفسه جيدا للمباراة القادمة بإذن الله تعالى. الهجوم متواصل، وهذه المرة من ركنية. تسديدة وكرة في اتجاه الحارس. جارث بال،
انفراد الكرة بشكل جيد كان. كرة من الجانب ستلعب في تماس. توني كروس. جارث بال. نشوفوا تمريرة عرضية. المدافع يقطع كرة عرضية كانت ضعيفة. الهجمة كانت منظمة ممتازة جدا لكن في الأخير خسر الكرة. ليو ميسي. مواجهة كبيرة جدا من أجل الكرة. الكرة الجميلة الأخيرة اللي كنا نشاهدوا فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس. دي ماريا. دراسة جيدة جدا الموقف واعتراض موفق. قراءة الكرة كانت ممتازة، هذا اللاعب رائع يعجبني. توني كروس. كرة تمشي باتجاه الحارس بكل بساطة، رائع جدا. قوة هالفريق تظهر لوحة النتائج أكيد. دائما أقول عبد الله، دائما أتحدث على أن السر العالي. ضربة في اتجاه المرمى ويتواصل تألق نجمنا هذا المساء، هاتريك. أخرى. للأسف كان ماتش هجوم وفريق واحد ضد دفاع ضعيف. شرف المحاولة نجاح والتسجيل هو أكبر نجاح. هدف رائع بالفعل. هدافنا اليوم في فورمة كبيرة، يجيب ثاني هدف في الماتش. نعم هذه أجمل لقطة في المباراة حتى الآن، كان رائع في مواجهة الحارس، خطفها بطريقة جميلة. لنلقي نظرة أخرى على الهدف. فريق ممتاز وفريق مذهل في هذه المباراة، يتداولون على التسجيل. رؤية وتمركز رائعين من اللاعب لاعتراض الكرة وافتكاكها. محاولة تسديدة قوية، هدف رائع. للروعة مكان، وهذا الفنان يسجل ثاني الأهداف. بالضبط زميلي عصام، سددها قوية في زاوية صعبة جاءت في القائم إلى الشباك. نظرة أخرى للهدف من زاوية مختلفة. مجريات اللعبة أصبحت سهلة للتوقع للأمانة بهذا الفارق. فوز سهل للفريق المضيف وانتصار بدون عناء. نعم عصام، هذه واحدة من أسهل المباريات التي خاضوها. أوه ما أروع افتكاك الكرة هذه. توني كروس، صدق أو لا تصدق، هذا الحارس مجنون. كرة مرفوعة من الركنية. ما من شك عملية تغيير لاعب اليوم لم يكن موفق بالمرة. صحيح عصام، أعتقد أنه مر بيوم عصيب في هذا اللقاء، لكن عليه أن يحضر نفسه جيدا للمباراة القادمة بإذن الله تعالى. شوت على المرمى، تصدي عظيم لحارس أعظم، زغط متواصل وكورنر.
من هذا المكان يجرب حظه بتسديدة قوية. باراتي القرب، تصدي القرب مش ممكن، هذا رأي تصدي غير عادي من حارس غير اعتيادي. كرة تعود لحارس المرمى، كرة خرجت ضربة مرمى. اليوم الأجواء كانت ممتازة جدا، الانتصار، الأداء، أجواء المدرج أو الجماهير اللي تحتفل وتواصل الاحتفال بفريقها لهذا الانتصار الكبير. لكل فعل ردة فعل، الفعل أساسا كان رائع للغاية في ملعب المباراة، وبالتالي ردة الفعل في المدرجات أيضا الآن نشهدها بهذه الصورة الرائعة. يحتاج ديما الكرة خاصة، كرة غونزالو إيغواين، كرة رائعة وجول. المواجهة أمانة عبد الله لم تكن بالعادلة، كانوا مهاجمين اثنين ضد الحارس وبالتالي كان الهدف مؤكد ومحقق. صحيح عصام، التقصير ما كان من الحارس إنما التقصير كان من المدافعين أصلا الغير متواجدين الآن في هذه اللعبة. كرة خرجت فما تماس. حقيقة لاعب ذكي ولاعب تكتيكي، عارف كيف يعترض الكرة الأخيرة باش يفكها. توني كروس. مش ممكن كيف بعدها، مش ممكن كيف نجح في صدها. هدف الثالث في المباراة في لقاء لن ينسى، إنه الهاتريك. هدف يستوجب مهارة فنية كبيرة، حتى الكرة بلاسيه في مكانها وهدف في ظل ملعوب. عصام، تسديد الكرات بالقوة يلغي عامل الدقة. قوة هالفريق تظهر لوحة النتائج أكيد. وهذا تماس آخر. فيليبي. دي ماريا. في مكان مناسب للتمرير والفرصة ما يضيعهاش. بيكي استحوذوا على الكرة في منتصف الملعب. ليو ميسي أنيق ودقيق جدا في لعبه. كرة في الجول. هدف أبيض، الحكم يرفع الراية. المباراة كانت ممتعة مؤنسة وممتازة جدا، وأهداف كثيرة في المباراة. الفوز كان منطقي جدا بالعودة لمتابعة المباراة ومشاهدة أطوارها، يظهر للفريق اللي سيطر